عداوتكم مع الشعب المغربي. لما قطعتي الغاز قطعتيه على جلالة الملك الله ينصره، لما قطعتي الغاز قطعتيه على الشعب، فأنتم أعداء الشعب المغربي. قضية أخرى خصنا نتنبهوا لها وتشتغل عليها الآلة الإعلامية الجزائرية، وهي أن التطبيع خيانة، وبمعنى آخر أن العرش العلوي خائن، وأن الدولة المغربية خائنة، وأنها واقفة في جانب المتصهينين الصهاينة الذين يقتلون المسلمين في غزة، فيسيرون يعزفون على هذا الوتر، وهذا وتر لا بد أن نتنبه إليه. عندما طبعنا مع دولة إسرائيل لم يكن ذلك على حساب الشعب الفلسطيني أبدا، والأدل على ذلك أن حماس زارت المملكة المغربية بعد هذا الذي يسمى التطبيع، وجاءنا أبو العبد إسماعيل هنية ومن معه من حكومة حماس وبقوا هنا أياما واحتفي بهم وإلى آخره. الملك هو رأس الشعب، هو مواطن، الملك مواطن مغربي، بل بالعكس كم سمعناها من الملوك ديالنا على أنهم خدام الشعب المغربي. ألف مرة كان الحسن الثاني يقول أنا خادم الخدام، أنا خادم الشعب، يعني على الرغم من كون الله عز وجل أعطاهم الملك وأعطاهم هذه الوجاهة وأعطاهم هذه السيادة وأعطاهم هذه الفخامة وهذه الجلالة، أعطاهم الله عز وجل هذا، ومع ذلك يتواضعون مع الشعب، خادم الشعب، خادم الشعب. فعلى كل حال ما يضحك علينا حد من هذه العصابة الحاكمة على أنهم مع الشعب الجزائري مزيانين ومخيرين وبخير وعلى خير، أبدا. هذوك الولاد اللي قتلوا بالرصاص الحي في بحر السعيدية، شنو هذوك؟ هذوك الأمراء، هذوك ولاد رئيس الحكومة. وحتى ولو كان بالعكس، لو كانوا الأمراء لكانت الجريمة أنكى، ولكن الجريمة أفظع. ولكن جدلا نقول هذوك الناس اللي هم قتلوا للشعب، فعداوتكم مع الشعب المغربي. لما قطعتي الغاز قطعتيه على جلالة الملك الله ينصره، لما قطعتي الغاز قطعتيه على الشعب، فأنتم أعداء الشعب المغربي. ولا فرق بين الشعب المغربي والأسرة الحاكمة، الأسرة الشريفة التي تحكم هذه المملكة. أنا كان حي كل التحية الأخت سميرة المستوى العالي جدا، والأخ المكناسي والإخوان كلهم، للا السبعية وهذا الإخوان هذو، تبارك الله عليكم. هذا مما يدل على أن المغاربة بخير في عقولهم، بخير في أفكارهم، بخير في علمهم، بخير في الوعي ديالهم، بخير في الإشعاع ديالهم الديني والإيماني والحضاري في كل المجالات. الحمد لله نرى أن الإنسان المغربي رجلا كان أم امرأة، إنسان حقيقة متقدم ومتحرر، ويتنفس الحرية في أرضه وفي بلاده، والخير أمام والمستقبل أفضل إن شاء الله. السلام عليكم. إلا تفضل سيستي الشيخ، واحد السؤال وبغيت نطلب من سي راشد إلا خلاني واحد السؤال شوية خارج على أخويا راشد. تفضلي تفضلي على السبعية، تفضلي. ما الوقت وصافي، ما يكونش يعني الوقت طويل وصافي. لا باش نعطيو الكلمة لك. سؤال مختصر، حيت ولات واحد الظاهرة سي الشيخ محمد الفزازي، ظاهرة اللي ألمتنا وضرتنا في قلوبنا، ولات كتاخذ واحد المنحنى خطير حاليا في المنصات ديال تيك توك، اللي ولينا كنشوفوا فيها حتى الالحاد والضرب في الدين الاسلامي من بعض الاخوان المغاربه. هادشي درنا في قلوبنا الشيخ محمد الفزازي، ونتمنى السي رشيد يدير لنا حلقه وتكون يدير لنا لايف وتكون حاضر الشيخ الفزازي، لأنك أنت أهل لذلك بما أنك حامل كتاب الله
وحباك الله بعلمه. نتمناك انك تفصل لنا، لان ولينا كنشوفوا في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم استهزاء بالقرآن، استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الشيء احنا كمسلمين كيضرنا، وخصوصا من عند اخواننا. نعم نعم سيدتي السبعية، الأمر خطير للغاية. هناك موجة تخريبية عنصرية كيترأسها أحمد عاصد، تفريق بين العرب والأمازيغ، وهناك هجمة على الدين الإسلامي فظيعة لم يسبق لها مثيل، وهي الكفر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، والزعم بأن الدين هو في المصحف الشريف ولا شيء إلا في المصحف الشريف. وهذا الأمر الآن بدأ يتزعمه الفايد محمد الفايد، ومن قبل رشيد أيلال، وهم تلاميذ الشحرور والبحيري والكيلاني وإلى آخره. هذه موجة خطيرة جدا. كذلك عندنا هنا واحد الأستاذ ديال التربية الإسلامية يجتهد ليل نهار في نشر الفواحش تحت مسمى الزنا المتعة، زواج المتعة كيسميه، زواج المتعة، وكتاب ألف كتابا ضخما في نشر زواج المتعة، وهو كيقري التلاميذ ديال 16 17 سنة. وزواج المتعة عنده حلال طيب، كيروج لنا الفكر ديال الروافض وديال الشيعة. زيد على ذلك أنه يسب الصحابة، ما بغيتش نسميه في هذا اللايف، يسب الصحابة ويصف الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه بأنه الكذاب، الكذاب الأشير، هكذا يقول عنه الكذاب الأشير، ويقول بأنه لا يؤمن لا بمالك ولا بالشافعي ولا بالحنفي ولا الأئمة ولا الصحابة. هو يقول عنده مذهب خاص وهو المذهب دياله هو، ويسمي اسمه ويقول أنا مذهبي هو فلان، ويعطي الاسم دياله. على كل حال صدقتي سيدتي، الدين في المغرب هو راسخ إن شاء الله، والدين الدين الدين، لكن هناك هجمات ينبغي أن لا نسكت لها، هجمات على الدين المغربي، هجمات. واحد القضية أخرى، ويسمح لي الأخ رشيد، قضية أخرى خصنا نتنبه لها وتشتغل عليها الآلة الإعلامية الجزائرية، وهي أن التطبيع خيانة، وبمعنى آخر أن العرش العلوي خائن، وأن الدولة المغربية خائنة، وأنها واقفة في جانب المتصهينين الصهاينة الذين مسلمين في غزة، فيسيرون يعزفون على هذا الوتر، وهذا وتر لا بد أن نتنبه إليه، ولا بد أن نرد عليهم بما يلجمهم. وأن المملكة المغربية ككل العالم المطبع مع دولة إسرائيل، هذا التطبيع اقتصادي سياسي سياحي تكنولوجي عسكري لا علاقة له بالتطبيع الديني أو الإيماني أو الروحي أو العقدي إطلاقا. ثم زد على ذلك أنه ليس على حساب الشعب الفلسطيني، وليس، والمغرب رسميا يندد بالإجراء الإسرائيلي في حق الفلسطينيين وفي حق غزة. آخر ما هناك تصريحات وزير الخارجية المغربي في تنديد يعني صارم، نحن عندما طبعنا معهم بين قوسين هذا التطبيع، حتى اللفظة فيها ما فيها، عندما طبعنا مع دولة إسرائيل لم يكن ذلك على حساب الشعب الفلسطيني أبدا. والأدل على ذلك أن حماس زارت المملكة المغربية بعد هذا الذي يسمى التطبيع، وجاءنا أبو العبد إسماعيل هنية ومن معه من حكومة حماس، وبقوا هنا أياما واحتفي بهم وإلى آخره. فإذا لا يزايد علينا أحد أبدا في دفاعنا عن القضية الفلسطينية وعن الأقصى وعن القدس، ونحن ملكنا رئيس لجنة القدس وإلى آخره، وموقف مواقفنا مع الشعب الفلسطيني مواقف عملية، بإرسال المستشفيات الميدانية، بإرسال المساعدات العينية المادية، الأفرشة، الأدوية إلى آخره. بل المملكة المغربية قامت على الكثير من الإنشاءات، المطارات والطرق والجامعات والمدارس والمستشفيات داخل فلسطين، ولا نزل حتى الآن، وذلك فخر لنا ولا نمن على أحد في ذلك. لكن لا يعزو كي يرسلوا بعض، لأن هنا في المغرب في الداخل كاين بعض الجهات التي تعادي الملكية،
تعادي الملكية ويستغلون الشعب المغربي يخرج، لأن كما قلت من قبل كان تنفسه واحد الهامش كبير ديال الحرية، وخرج المغرب بالمئات الآلاف بالملايين، خرجوا في شوارع المملكة ينددون بالصهاينة وبالهجمة الصهيونية. لكن هناك من يتسلل داخل هذه المسيرات ليعلن ويركزوا على هذاك التطبيع، خيانة ما نعرفهاش، هم حفنة من الناس يبيتون ذلك بليل، ثم يركبون على الموجة الهادرة ديال الانتقاد أو التنديد بالإرهاب الصهيوني، فيرسلون هذه الرسائل ليوهموا الناس على أن الشعب كامل في جهة، وعلى أن العرش العلوي وهذه إمارة المؤمنين راهم الصهيين راهم يهود راهم كذا في جهة أخرى. هذه محاولة لإيقاع نوع من الشرخ بين الشعب والعرش، وهيهات هيهات هيهات، والله لا يزداد هذا الشعب إلا تشبثا بملكه، ولا بقدر ما يضربون في العرش ويضربون في الملك بالصور الكاريكاتورية وبالأكاذيب، بقدر ما يزداد هذا الشعب تشبثا بملكه وتشبثا بعرشه، والحق أبلج، وهذا هو، والله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السلام عليكم، معليش نكمل برك المداخله تاعي. سي موسى معنا اخوان طلعوا جداد، خصنا نسمعوهم. هاي الا سمحتي لي راكيت غدا نجاوبو وتنزل، غدا غير نجاوبو واحد الرد صغير، غدا نجاوبو واحد الرد صغير ونزل الا سمحتي لي سي موسى، باش ما يفوتناش الموضوع. سي موسى قال لك هذيك الارض ديال الصحراء الشرقيه ادرفت عليها دي جزائرية. أبدا أخويا، أنا تنأكد لك، ولا بغيتي نأكد لك بالوثائق نأكدها لك، بأن أرض الصحراء الشرقية ما حطيتوا فيها الجزائر رجليكم حتى 1961 61 عاد حطيتوا فيها رجليكم، حتى المعاهدة إيفيان، حتى دخلوها لكم في معاهدة إيفيان عاد نزلتوا فيها الرجلين ديالكم وعاد صدمتوا انتم في الصحراء الشرقية. إذا ديالكم لم تدرف في الصحراء الشرقية أبدا، الصحراء الشرقية دائما كانت مغربية، حتى دوزوها لكم الفرنسيين حسب معاهدة إيفيان. سمعتيني اخويا، باش تكون متاكد من هاد الشيء هذا، وما تبقاوش تقولوا لنا كلام، لان المغاربه ما تجادلوهمش في التاريخ، لان المغاربه تعرفوا اراضيهم كلها وتعرفوا اشنو طرف الاراضي ديالهم كلها. الا كان شي نضال في الصحراء الشرقيه فكان من المجاهدين المغاربه اللي ما خرجوا من تما حتى 59، اخر قاضي تنظن خرج في 59، ياك اخويا لي نور والسي رشيد واختي السبائيه والشيخ الفيزازي الاقتطاع بالكامل الاراضي الصحراء الشرقيه سنه 1954 اقتطاع كامل. لا، انا الخروج ديال اخر قاضي تنظن كان في 59، خروج اخر قاضي مغربي من تندوف كان في 1959، ودخول الجزائريين كان في 1961 من بعد مؤتمر بلغراد. من بعد مؤتمر بلغراد، من طالب الحسن الثاني طالب الصحراء الشرقية في المؤتمر ديال بلغراد، تما جاتهم الأوامر باش يدخلوا، باش يصعبوا الأمر على المغرب ويدخلوا الصحراء الشرقية. تما هزوا الجيوش ديالهم ودخلوا الصحراء الشرقية في 1961، وبالدليل القاطع وكذلك في المحادثات ديال إيفيان. إمتى الجزائر اللي طلبات بالطلب خبيث منها أنها تسلمهم، أنها توقع لهم على المعاهدات، على البنود ديال المعاهدة مقابل الصحراء الشرقية، وبالدليل القاطع اللي ما فيهش مناقشة. تحياتي لكم.